بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على حالة الأكيوت فلاسيد باراليسيس. لمشاهدة الفيديوهات طب الأطفال على قناة دكتور أحمد سيد على اليوتيوب ونسألكم الدعاء. آدي موقع القناة دي دوت أحمد سيد. أول حاجة أنا هاخدها في حالة أكيوت فلاسيد باراليسيس إن أنا باخد الهيستوري. طبعا انا عندي في اللي هو البيرسونال هيستوري اللي هاخد النيم الايج السكس الادريس لو في طفل اكبر طبعا في اكيوبيشن او ما فيش او السوشيال ستيت السوشيال ستيت والترتيب في السيبلينج يعني نمبر كام في اخواته تمام. طيب ايه هي التشيف كومبلينت في حاله اكيوت فلاسيد باراليسيس؟ التشيف كومبلينت هيبقى يحصل ويكنس ان الليمبس، وزي ما قلنا في الكومبلينت ان انا اكتب نوت ان ساينتفك تيرمز اون بيشنت اون ووردز، يبقى التشيف كومبلينت اللي هي ويكنس ان الليمبس. طب الهيستوري اوف بريزنت النس، انا عندي الطفل قدامي هاخد الهيستوري اول حاجه الهيستوري اوف ذا ديزيز الويكنس، هقول الويكنس ايه الاونست بتاع الويكنس؟ الاونست بتاع الويكنس هل هو صادن؟ هل هو انسيديوس؟ تمام، يبقى الويكنس ده حصل فجأة مرة واحدة أو حصل انسيديوس اللي هو بيحصل جراديوال. الديوريشن بتاعه الديوريشن بتاع الويكنس هقول بمعنى الاورز تو دايز أو تو ويكس أو مانثس. ماشي، لو اورز تو دايز هقول مثلا حصل من 6 ساعات، حصل من يومين، حصل من مانثس أو من كذا أسبوع. المود أوف أونست بتاعه المود أوف أونست بتاع الويكنس هل هو أسندنج أو ديسندنج؟ انا عارف اللي هو الاسندنج ده مع الجيلان باري سندروم، الديسندنج ده اللي بيحصل مع حالات تانية. طيب ده اند البروجريشن بتاعه البروجريشن بتاعه بيحصل بروجريس ولا ستيشنري ثابت. الديجري اوف باراليسيس الديجري اوف باراليسيس البيشنت ايبل تو ستاند ويز اور وذاوت سبورت، يعني قادر يقف بدون ما حد يثبته ولا لازم حد يثبته، قادر ان هو يمشي بمساعده او بدون مساعده، ولازم الاحظ اي ابنورماليتي وهو بيمشي، لازم الاحظ اي ابنورماليتي وهو بيمشي. هسال على التايب اوف ويكنس، هل هو سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ يبقى اقول ان هو سيمتريكال ولا اسيمتريكال. واخد الابر ليمب ولا اللور ليمب؟ بروكسيمال ولا ديستال ويكنس؟ كل ده يفرق. هل هو واخد الاكستنسور ولا الفليكسور انفولفمنت؟ انا عارف ان في البوليومايلايتس الاكستنشن اوف لور ليمبس اوكير، يبقى بياخد الاكستنسورز بتاع مين؟ اللور ليمبس، لكن الفليكسورز بتكون اقل. هل هو يونيلاترال ولا باي لاترال ويكنس؟ يبقى انا كل ده انا بسال على اللي هو التايم بتاعه واسال على التايب بتاع الويكنس، سيمتريكال ولا اسيمتريكال، في الابر ليمب ولا اللور ليمب، روكزمال ولا ديستال، اكستنسور ولا فليكسور. تمام، هسال على الانفولفمنت اوف ريسبيراتوري ماسلز، معاه ساينوزس، معاه ديكريز تشيست موفمنت تمام ولا لا. هسال على الويكنس اوف ابنديكولار ماسل، ابنديكولار ماسل عنده ديفيكولتي ان ريتشنج فور اند جراسبنج الاوبجكتس، يعني مش قادر يمسك الاشياء. ان ابيليتي تو بير ويت اون ليج، مش قادر يرفع حاجه على رجلين. الويكنس اوف اكزيال ماسل، ان ابيليتي تو سيت اب، مش قادر يقعد. ماشي، بور هيد كنترول اللي هو الويكنس اوف اكزيال مين ماسل، كل ده هسال على الويكنس بتاعها. طيب انا هاخد السي ان اس هيستوري، هاخد السي ان اس هيستوري. في سنترال نيرفس سيستم هيستوري انفولنتري موفمنتس ولا في التر سنسوريوم؟ يبقى انا هسال على الموفمنت فولنتري ولا انفولنتري. السنسوريوم اللي هو السنسيشن في او اللي الكونشسنس في التر ولا لا. الويستنج اوف ماسلز، في ويستنج في الماسلز ولا ما فيش؟ عشان الفيردينج هوفمان مين ديزيز. السنسور انفولفمنت هسال في نمبرنس، تنميل، تنجلينج، لوس اوف بالانس، ماشي، بين، بيرنينج. هشوف البلبر انفولفمنت، تشينج في الفويس او ديفيكولتي ان سوالوينج واكسسيف سيكريشنز اللي هو درولينج. هشوف الاوتونوميك انفولفمنت، هسال عنده دايريا، عنده اورثوستاتيك ديزنس، عنده يورينري ريتينشن، احتباس في البول، عنده بالبيتيشن، عنده سويتنج، بيعرق، عنده فلاشنج، ماشي، عنده ديستربت فيجن. هسال على الفيشيال ويكنس، ترابل شيوينج، اقول له حاول بيمضغ لبان مش قادر، ساكينج، ساكلينج او ساكينج ويز استراو، بلاوينج اخليه ينفخ، كل ده عشان اشوف الفيشيال ويكنس عشان لو حال عندها فيشيال بولبسي. طيب
هاخد الاكسترا اوكيولار ماسل ويكنس، اكسترا اوكيولار ماسل ويكنس. لو في دبلوبيا او توزس، توزس ده بيحصل مع مين؟ ممكن يحصل ايضا مع الفيردينج وهوفمان ديزيز، او يحصل مع الميسيني جريفز. في ريسبيراتوري انفولفمنت، عنده ديزنيا اور سوبنيا. البلادر اند باول انفولفمنت، عنده فليتنج باراليسيس اوف بلادر اند كونستيبيشن في البوليو، عنده كونستيبيشن في مين؟ في البوليو. ريزد انتراكرينيال تنشن اللي هو الفوميتنج والهيديك والكونفالجن والفوكال نيورولوجيكال ديفكتس. هسال على السيستميك سيمتومز، في عنده فيفر، ويت لوس، راش او جوينت مين؟ بينز. هناخد الهيستوري اوف كومبليكيشنز، هاخد الهيستوري اوف كومبليكيشن، هسال على الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج اللي هي بسميها الديس، الديس اللي هي دريسنج، ايتنج، امبيوليشن او امبيوليتنج، التواليتنج، الهايجين. طيب هسال على الميلينا، الميلينا سوبرفيشال انتستاينال ايروجن، ده بيحصل في البوليو بيعمل ميلينا. ابدومنال بين بسبب الجاستريك دايلاتيشن، ابدومنال بين بسبب الجاستريك مين؟ دايلاتيشن. يبقى البوليو بيحصل معاه سوبرفيشال انتستاينال ايروجن ويعمل ميلينا، خلاص. طيب هنيجي نسال على الهيستوري اوف ديفرنشال دايجنوزس. الديفرنشال دايجنوز انا عندي بتاع حاله اكيوت فلاسيد باراليسيس، واحد الجلان باري سندروم، هسال عنده فيفر، عنده سور ثروت من 2 ل 3 ويكس بريور تو ايلنس. هسال اتنين المايوسايتس، لو طفل عنده مايوسايتس، بين في الماسلز، الفاميليار بريوديك باراليسيس، لوس اوف موشنز والفوميتنج وديهايدريشن اللي بيحصل مع اللي هو الهايبوكاليميا، مع الهايبوكاليميا او الفاميليار بريوديك باراليسيس. الهيستوري اوف ريسك فاكتورز، ايه الريسك فاكتورز اللي انا ممكن عندي؟ ريسنت ايلنس زي الدايريا او ريسبيراتوري تراكت انفيكشن، ريسنت اميونايزيشن الاورال بوليو فاكسين ممكن يحصل لي اكيوت فلاسيد باراليسيس، ريسنت ترافل اوت اوف كانتري تو وودز اللي هو التيك بايتس اللي هو التيك باراليسيس، بريسيبتيتنج فاكتور زي الاكسيرشن والكربوهيدرات لودنج ويز بيريوديك باراليسيس، الدراج اور توكسين اكسبوجر زي الكاند اور باد فود والبيستسايد وستاتينز والليد اكسبوجر، الليد اكسبوجر يعمل لي باراليسيس، التروما اللي هو الانترا ماسكولار انجكشن ان جلوتير ريجون، الفاميلي هيستوري اللي هو البورفيريا، هسال البورفيريا برضو بتعمل لي باراليسيس، الفيفر ويز راش اللي هو الاكزانتوماتاس ايلنس والفيرال ايلنس اللي هو الهيربس والمامبس والروبيلا والانفلونزا والايبشتان بار فيروس والاتش اي في والانتيرو فيروس. هسال على الايميونايزيشن هيستوري وده مهم جدا، تيك ديتيلد ايميونايزيشن هيستوري لازم بلس البوليو اميونايزيشن، لازم معهم مين؟ البوليو اميونايزيشن. انا كده خدت الجزء بتاع الهيستوري في حاله اكيوت فلاسيد باراليسيس. هنيجي ناخد بعد كده الجنرال فيزيكال اكزامينيشن. لو جينا للجنرال فيزيكال اكزامينيشن، اول حاجه هسال على الاوتونوميك تيستينج، البوستشرال فايتلز، الابنورمال سويتنج، البيوبيلاري ريسبونس، الالياس. بعد كده هشوف الانثروبومتري اللي هو الويت والهايت او اللينس والهيد سيركمفرنس، الريسبيراتوري ديستريس، اي ريجولاريتي في الريت او الديبس او الريزم اوف ريسبيريشن، ده ممكن يبقى مع الميدلري انفولفمنت بتاع البوليو، الانابيليتي تو سبيك وزود فريكوانت بوسس ريزلتنج ان شورت جيركي بريس ليس سنتنس، الموفمنت اوف الانزاي اند اكسسوري ماسل انفولفمنت. طيب البارادوكسيكال ابدومينال موفمنت بسبب الديافرام اموبيليتي اللي هي سي سو اللي هي عامله زي امواج البحر، الريلاتيف اموبيليتي اوف انتركوستال سبيسز، البي سي جي مارك، هبص على البي سي جي مارك في الليفت ارم او الليفت شولدر، النيوروكوتينس ماركرز اللي هي هايبو بيجمنتيشن القفيه وليز بوتس، البلو لاين ات جامز مع الليد بويزنينج، هشوف هنا مفيش بلو لاين في الجامز، هبص على السكين في راش بتاع اللايم ديزيز اللي هو الاريسيما كورنيوم مايجرينز اللي هي بتاع اللايم ديزيز لانه بيعمل برضو باراليسيس، اللاينز اون نيلز ويز ارسينيك بويزنينج اللي هو الميز لاينز، يبقى في حاجه اسمها الميز لاينز ديت اللي هي بتاعت الارسينيك بويزنينج، التكس الفوتو سنسيتيفيتي، الجورتون بابيولز بتاع الجورتن بابيولز بتاع مين؟ الجوفنايل درماتومايوسايتس، الاكستنسور سيرفس اند الهيلي تروب
discoloration over the eyelids. هبص على spinal tenderness with epidural abscess or hematoma أو spinal tumor. هنبص بعد كده straight leg rise radiculopathy. Straight leg rise اللي هو radiculopathy. الديكيوباتس بتاعه especially لو involved limb. الفانتوم هيرنيا اللي هي unilateral bulging on either side of the abdomen due to weakness or paralysis في الابدومينال وول مسل اسمها مين؟ فانتوم هيرنيا. يبقى الفانتوم هيرنيا ديت اللي هو حصل unilateral bulging في either side of مين؟ abdomen ده اسمها مين؟ الفانتوم هيرنيا. الروب ساين، ايه الروب ساين دوت؟ الروب ساين ده عباره عن acute angulation ما بين التشين واللارنكس، هيبقى زاويه مين؟ حاده بسبب weakness of hyoid muscle، هيبقى weakness في الهايويد مسل اسمه روب ساين، weakness في الهايويد مسل. كده احنا خلصنا الجنرال فيزيكال اكزامينيشن بتاع الاكيوت فلاسيد باراليسيس. هنيجي نمسك السيستميك اكزامينيشن. هاخد اول حاجه اللي هو السنترال نيرفس اكزامينيشن. هقول الديستريبيوشن والديجري اوف ويكنس. اسيس الباور ان فاريوس جروب اوف ماسل لمبس، هشوف الباور بتاعتها. انا عارف اللي هو الماسل تون او الماسل باور من 0 الى 5. اكزامينيشن اوف اكسترا اوكولار ماسلز، هشوف فيتوزيس، هشوف الفيشال ماسلز والارمز والليجز. التست النيك ماسلز، هعمل ايه في التست النيك ماسلز؟ دوينج بول تو سيت مانوفر. There will be head drop if neck muscles weak. يبقى انا هاخد ايه؟ يرفع وينزل، تمام؟ بول تو سيت مانوفر. لو حصل في دروب يبقى ده حصل ويكنس في النيك مين؟ النيك muscles. Assess the diaphragmatic function. Depth of respiration. Rate of respiration. Diaphragmatic paralysis. امتى يحصل diaphragmatic paralysis؟ هلاقي فيه respiratory stress on splinting intercostals. الانتركوستال ماسل باراليسيس هيبقى سبلينتنج اوف ابدومن كوزس ديستريس وسنجل بريس كاونت. ديسكرايب الباترن اوف ويكنس، هل هو اللي هو بارا باريسيس ولا فيشو بريكيال ولا مالتي فوكال؟ حسب ما اقدر اقول الباترن بتاع الباراليسيس. هعمل اسيسمنت للانفولفمنت اوف بالبر ماسلز، النيزل توانج، انابيليتي تو سوالو، ساليفيشن، ineffective coughing with constant fatigue, efforts to clear his throat, nasal regurgitation, deviation of palate, اليوفيلا أو الطنق. هشوف السنسوري لوس، تو particular modality اللي هو الفايبريشن والبروبيوسنسبشن والبين والتمبريتشر. هشوف السنسوري ليفل، السنسوري ليفل اللي هو حصل فيه نقص الغطفين. أبص على الريفلكسس، السوبرفيشال ريفلكسس لوست او نوت، الديب تندر ريفلكسس لوست اللي هي اريفلكسك او ديبريزد في البوليومايلايتس. سوبرفيشال ريفلكسس ار لوست بيفور الديب تندر ريفلكسس. يبقى انا عندي في البوليو السوبرفيشال ريفلكسس لوست بيفور الديب تندون ريفلكسس. هنبص بقى نمسك الدياجنوز، هقول رايت او ليفت، ابر ليمب او لور ليمب، فلاسيد مونوبليجيك او بارابليجيا افكتنج بروكسمال او ديستال، البروكسمال اكتر من الديستال اور فايس فيرسا ماسلز، ويز اور وذاوت سنسوري فيتشرز، اريفلكسيا، اوتونوميك ديستربنس، موست بروبابلي ايتيولوجي بينج نوت ويكنس. يبقى انا اول حاجه اقول الرايت او ليفت، ابر ماشي، ليمب او لور ليمب، فلاسيد ولا مونوبليجيك. فلاسيد مونوبليجيك ولا بارابليجيك افكتنج بروكسمال ولا ديستال، ولو بروكسمال اكتر من ديستال او العكس ماشي. طيب اول حاجه نون سي ان اس، ايه الكوزس بتاع الفلاسيد او اكيوت فلاسيد باراليسيس او الفلاسيد باراليسيس؟ واحد حاجات مش من السي ان اس، زي يا اما تكون او حاجات سي ان اس. حاجات السي ان اس اللي هي جنرالايزد ولوكالايزد. الجنراليزد ابر موتور نيورون ليجن او لور موتور نيورون ليجن. الموتور لور موتور نيورون ليجن زي المسل انفولفمنت مايوباسي ستوليك بروجريسيف، لو في مايوباسي هيبقى ستوليك بروجريسيف. نيورو ماسكولار جانكشن اللي هي المايسينا جريفس،
البوتيوليزم، بريفرال نيرف سواء موتور او سنسور او اوتونوميك، الروت فينترال او موتور او اوتونوميك، الدورسال سنسوري، الاوتونو انتيرو هورن سيلز اللي هو البوليو موتور، نو سنسوري تشينجز، نو سنسوري تشينجز. هنيجي نمسك ابروتش تو اكيوت فلاسيد باراليسيس. واحد الابروتش تو اكيوت فلاسيد باراليسيس لو هو اسيمتريك زي مين؟ البوليو هيبقى فيه مصل بين ومفيش سنسوري افكشن. اتنين الترانسفيرس نيورايتس بيبقى فيها بين. اتنين سيمتريك زي الجلان باري سندروم بيبقى موتور بوست كوليستريديم. البوست كوليستريديم هيبقى فيها معاها مين؟ معاها بلادر بلس اور ماينس. بعد كده رقم اتنين اللي هي ترانسفيرس مايلايتس بيراميدال وسنسوري وبلادر زائد بلادر، بيراميدال وسنسوري ومين؟ وبلادر. طيب احنا بنكمل بقى الديفرنشال دايجنوزيس بتاع حاله اكيوت فلاسيد باراليسيس. احنا شخصناهم يا سيمتريك يا اسيمتريك. اكيوت فلاسيد مين؟ باراليسيس. سيمتريك قلنا زي اسيمتريك زي البوليومايلايتس. البوليومايلايتس بيبقى فيه اكيوت اونست، الفيفر جاست بريور تو الباراليسيس، ودي هول مارك فايندينج. في مصل بين مفيش سنسور لوس. اسيمتريكال باراليسيس البروكسيمال ماسل انفولفمنت بيبقى اكتر في البروكسيمال، باتشي انفولفمنت وموتور انفولفمنت. ابسنت اور دايمنشد ديب تندر ريفلكسز، نو سنسور لوس، ان اميونايزد تشايلد، هيستوري اوف انترا ماسكولار انجكشن مي ممكن يكون موجود. الانترا ماسكولار مين انجكشن دي اول حاجه اللي هي البوليو مايلايتس. الجلان باري سندروم دي سيمتريك، هيستوري اوف فيفر 2 ل 3 ويكس بريور تو ايلنس، فلاسيد سيمتريك باراليسيس ويز ابسنس اور دايمنشن تندو ديب تندو ريفلكسز، كومونلي باراليسيس اوف جلان باري سندروم از اسندنج مانر افكتنج اللور ليمبس فيرست فولود باي ترانك يعني طالع من تحت لفوق، بايلاترال كرينيال نيرف انفولفمنت برضه بيكون كومون. الفيشال نيرف از موست كومون فولود باي ديفيكولتي ان سوالوينج سكندري تو 10th and 9th and 10th cranial nerve involvement. في الجلان باري سندروم بيبقى فيه sensory involvement frequently، بيبقى عنده هايبوسيزيا وعنده أناسيزيا اللي هي الجلاف اند ستوك ديستريبيوشن، الجلاف اند ستوك ديستريبيوشن. CSF finding في البوليومايلايتس هلاقي من 2 ل 300 وايت، من 20 الى 300 وايت بلاد سيلز، والبروتين بيبقى نورمال او مينيمالي اليفيتد. لكن في الجلان باري سندروم الوايت بلاد سيلز يوجوال اقل من 10 اند بروتينز ار اب تو 200، يبقى العكس من البوليومايلايتس. البوليومايلايتس الوايت بلاد سيلز هي اليوكوسايتس بتزيد من 20 ل 300، في الجلان باري اقل من 10 ده سي اس اف اكزامينشن. البروتين بيبقى قليل او نورمال في البوليو، كتير في الجلان باري سندروم. النيرف كوندكشن فيليسيتي بتبقى نورمال في البوليومايلايتس بات ريديوسد في الجلان باري سندروم. الالكترومايوجرافي الاي ام جي اب نورمال في البوليو والساينز اوف دي نيرفيشن اند جاينت اكشن بوتنشال، لكن في الجلان باري سندروم نورمال اور سلايتلي اب نورمال، نورمال او سلايتلي اب نورمال. انا كده خدنا الجزء الاول من الاكيوت فلاسيد باراليسيس.